يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في قول المؤلف رحمه الله رقيقته وسره، فما المراد بالرقيقة والسر؟ هو المعنى واحد، يسمونها لأن عباراتهم كذا، هذه عبارات الخرافيين، أحد يقول رقيقة وأحد يقول سر وأحد يقول حال وأحد يقول روحه، المعنى واحد. نعم. وهل من ذلك قولهم قدس الله سره؟ التقديس معناه التطهير، سره ما أدري، بعضهم يقول قدس الله روحه يعني طهر الله روحه من الذنوب ومن، أما سره ما أدري. نعم.